لكم معكم سعد باطي الملقب بسعد ام سي من مدينة القنيطرة حي السلام. اليوم جيتكم بتراك جديد بعنوان دموع اليتيم. نسلكم على جميع المتتبعين قناة اخبار الفجر المغربية، حيت بصح الدري اللي غنيت عليه بقى فيا بزاف وشفت اي واحد ما هضرش عليه وبغيت اليوم انا نهضر عليه. كنتمنى كلشي تبارطاجي معنا هذا الفيديو. قول جافي المضار، يعني اي واحد الا لقى شي يتيم يحاول يحن عليه حتى دي غادي يوفاني. خويا امين الشرقاوي اللي قدر لي البروديكسيون ديالي والناس اللي قلبهم كاملين راكم في القلب وما نساش خويا يساعدكم. وشكرا لجريدة الاخبار الفجر المغربي على هاد الاستضافة ديالي اللي جات لعندي ورحبات بيا وكبرات بيا. ما هوش مبروك. هاد اليتيم نهار تقطع مهمتو حتى واحد ما يعقل عليه. مالويا بيتس ميد ذيس. يا ودي يا ودي زمان غدار بدل كل شي. يا ودي يا ودي ظلمة كتير وكبديت تبكي. يا ودي يا ودي عتقوح حبزة حياتو تبكي. يا ودي يا ودي زمان صعاب وبدل كل شي. عاش يتيم عاش محقور عاش مظلوم شكون يحن. خطات امي متولي وحيد هي تكرفس بين الليل. عاش يتيم عاش محقور عاش حياتو عاش وحيد. خويا حمزة يودي يودي عتقو حمزة حياتو تبكي. يودي يودي زمان صعاب وبدل كل شي. يودي عتقو حمزة حياتو تبكي. يودي يودي زمان كتير وصعب كل شي. يودي يودي عتقو حمزة حياتو تبكي. زمان صعب وبدل كل شي. عتقو حمزة حياتو تبكي. زمان صعب وبدل كل شي. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابونا في لاشين يوتيوب او فعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد او زوروا الموقع ديالنا على شبكات التواصل الاجتماعي.